بطريقته الخاصة يحاول الفنان الفلسطيني أسامة أبو حمرة نشر ثقافة ارتداء الكمامة بين أطفال قطاع غزة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعكف على رسم كمامات بأشكال مختلفة على وجوه أطفال القطاع المحاصر. ورغم ارتداء غزة وشاح الحزن بسبب الحصار وتداعيات وباء كورونا، يسعى الفنان التشكيلي لتوعية الأطفال بصورة مبهجة من خلال رسم الكمامات وتعليمهم كيفية ارتدائها بالطريقة الصحيحة وترغيبهم بها. طبعا في من اول ما اجت طبعا جائحه الكورونا حبيت ان يعني ابسط الاولاد عن طريق لبس الكمامه عشان برضو الاطفال يتقبلوا قصه لبس الكمامه. طبعا هذه الافكار الابداعيه وردت لمخيله الفنان الفلسطيني اثناء فتره الحجر الصحي المفروض منذ شهر اب الماضي على قطاع غزه، الذي سجل اكثر من 2000 اصابه بالفيروس منذ بدء تفشيه هناك، حيث استثمر هذا الوقت لرسم البهجة على وجوه الأطفال عبر ألوان يخطها لعلها تخفف عنهم وطأة الحزن ويعيشون براءة طفولتهم.